السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو المتعلق بحسابك على الأدسنس، في هذا الفيديو يعني فقط سأريك الوحدات الإعلانية التي أشتغل بها شخصيا، التي جربت وحدات إعلانية كثيرة جدا على الأدسنس. سأريك من الأخير الوحدات الإعلانية الشغالة التي تشتغل بها منذ بدايتك على الأدسنس. المهم، ستختار display ad، تضغط عليها، نسمي الاد الأول responsive، نسميه header على سبيل المثال. اضغط create، احتفظ بهذا الكود، اضغط done، اوكي، واعمل create لواحد اخر يكون ايضا display ads. نضغط display ads، نسميه تسميه كما تريد، انا فقط لكي اعرف هو responsive نسميه مثلا number 2، نضغط create، نضغط done، اعمل create ل add، هذه المرة يكون in article، اوكي، نضغط الاسم نسميه in article below image، لان هذا الاعلان نضعه تحت الصورة، اوكي، ننزل نضغط save and get code، اوكي، نضغط I have finished، نضغط وننشئ اعلان اخر يكون ايضا in article، نسميه in article next، اوكي. وفي هذا الاعلان ركز جيدا في التايتل، يعني التايتل هو هذا التايتل، نريد تغيير ان نغير لونه من هذا ويصبح هذا، يصبح لون التايتل نفس لون الديسكريبشن، اوكي، عندما نغيره نضغط save and get code، اوكي، اضغط I have finished، اوكي. الان لدينا اربعة اعلانات التي انشأناها: responsive header، responsive number 2، an article below image، an article next. اين نضع هذه الاعلانات؟ ساريك، اوكي، نذهب الى الموقع. كما قلت لك التسجيل، معلومة تسجيل الدخول، إذا لم تغيرها فستكون أدمن، أدمن بعد أن تضع النسخة الموقعي ستكون أدمن، أدمن، أوكي، نضغط لوجين، أوكي. الإعلان الأول سنضعه، نذهب للأبيرنس، نضغط تيم إديتور، أوكي، ننزل للأسفل وننزل لسينجل بوست، كما ترون سينجل بوست، نضغط عليها ونذهب لكي نحضر الإعلان الأول. الإعلان الأول هو الريسبونسيف هيدر، نضغط هنا كي يعطيني الكود، أوكي، وننسخ الكود، أو فقط نضغط على هذا الزر وسينسخ الكود لوحده، نضغط دان ونضعه هنا، اوكي، اتمنى ان يكون ظاهر جيدا تحت هذا الكود، بالضبط تحت هذا الكود، نضغط update file، عندما تظهر file updated successfully نضغط على customize، هنا تظهر customize، اوكي، عندما تظهر صفحة الكاستمايز نضغط هنا على easy adsense، هي آخر وحدة على اليسار، Easy AdSense Ads، نضغط عليها تظهر لنا هذه القائمة، نختار منها Single Post and Page، والإعلان الأول هو هذا Below Post Title، هذا يكون إعلان تحت التايتل وتحت الهيدلاين، يعني تحت العنوان. نذهب ونحضر هذا الإعلان، الإعلان سيكون هذا، أوكي، ننسخ الكود، نضغط Copy Cut كابي كود، ثم نضغط دان، نرجع هنا ونضعه في الموبايل. لماذا لا نضعه في الديسكتوب؟ الجواب لكي نتجنب مشاكل مع ادسنس. اذا كانت هناك يعني مراجعة من الادسنس ويريد ان يرى موقعك لن يجد الاعلان في الديسكتوب، ادسنس تقوم بالمراجعة موقعك من الديسكتوب، يعني من الحاسوب، إذا أنت لم تضع الكود هنا فأدسنس لن ترى إعلان في هذا المكان، حتى الأدس سيكون فقط في الموبايل، لهذا نضعه لكي يعني نتجنب مشاكل الأدسنس وكل هذا.
لكي ناخذ كل الاحتياطات يعني. الآن الأول نضع هنا فقط في هذا المكان، هذا المكان نتركه فارغ، نمر ونختار الآد الثاني هو الـ After First Image، نضغط هنا ونرجع ونختار هذا اللي سميناه in article below image، نضغط لكي نحضر الكود، ننزل قليلا نضغط copy كما ترى هنا copy، ارجع هنا وضعه هنا. اوكي انزل، بعدما اضعه انزل وامشي لل after post add، اضغط على after post add كما رأيت، نرجع هنا ونجيب الاعلان الاخير اللي سميناه in article next، نضغط مجددا هنا، ننزل قليلا نضغط كوبي، ننزل نحطه هنا. وبهذا نكون وضعنا الاعلانات الادسنس كلها في الموقع. عندما تنهي لا تنسى الضغط على publish، وبالتالي الاعلانات الذي وضعنا كلها هنا في جهة الموبايل ستظهر فقط عندما تكون من الموبايل، اوكي، لن تظهر ابدا وأنت من الديسكتوب. وبالتالي إذا كان أدسنس يعمل ريفيو لموقعك أو شيء كهذا، لن يجد هذه الإعلانات في المكان، في الأماكن الحساسة. فمثلا مثال للأماكن الحساسة، عفوا مثال للأماكن الحساسة سأريك، مثلا أرتيكل، نذهب للموقع ونبحث على أرتيكل، في واحد اسمه بيريد، أوكي نضغط عليه، كما ترى في الموبايل سيكون هناك إعلان فوق النكست، أوكي، هذا الإعلان الذي سيكون فوق النكست سيكون فقط في الموبايل. لذلك في فيسبوك ستظهر في فيديو الفيسبوك سنعمل تارجتين للموبايل فقط، لكي أصحاب الموبايل الذي وضعنا لهم الإعلان سيروا هذا الإعلان فوق النكست وسيضغطون عليه، غالبيتهم يضغطون. بس إذا كان أدس يعمل ريفيو، عندما يرى موقعك ويرى النكست بهذا الشكل ولا يرى أي إعلان بجانبه، فأدسنس لن يعني يخلق لك أي مشكلة. هذه من الأشياء التي اشتغلنا عليها في هذا التيم لكي نستغل ويعني نقلل مشاكل الأدسنس. يعني مادام كنا نتكلم على أدسنس، من الأسباب التي يتم إغلاق حسابات أدسنس يأتي فقط يعني هناك أسباب بسيطة جدا، منها اللي يفتح أكثر من حساب في حاسوب واحد، يعني عاجلا سيقع مشكل لك، سيقع مشكل لك. لا تقول لي لا لم يقع مشكل في هذا الشهر والشهر وكذا وكذا، لا، سيقع مشكل عاجلا أم آجلا. لذا تجنب هذا الأمر كأكبر قدر يعني ممكن. يعني حتى تلقاه هو يشتغل بجوجل كروم، يفتح حسابه أدسنس على جوجل كروم، جوجل كروم هو تابع لجوجل، وجوجل يعرف كل شيء عنك، يعني هو تابع لجوجل يعني كل شيء يعرفون عنك. إذا لم يغلق لهذا الشهر سيغلق الشهر القادم أو الآخر أو هذا، يعني عندك هذا الشيء. الشيء الثاني الذي يغلق عليه أدسنس، يأتي شخص لديه حساب أدسنس جديد فيه 0 دولار، فيه لم يشتغل عليه أبدا فين قبل، يجد أرتيكل شغال يقوم بسكيلين بسرعة، يعني يكبر البادجت بين ليلة وضحاها أو بين عشية وضحاها، لا أعرف الليلة أم عشية. على العموم اليوم تجد لديه بادجت 5 دولار، غدا تصبح 50 دولار، بعده 100 دولار، نو، بأدسنس يجب أن تمشي يعني خطوة خطوة، اليوم 5 دولار، غدا 6 دولار، بعده 10، بعده 20، وهكذا. عندك هذا شيء. الشيء الآخر هو في أدسنس، إذا اشتغلت في أدسنس أو إذا كنت تشتغل في أدسنس من قبل، ستعرف أن الكوست بير كليك في الأدسنس هو على العموم يختلف من كل حساب ولحساب آخر، هذه معلومة يجب أن تعرفها. كل حساب يختلف فيها الكوست بير كليك، يعني عائد الضغط على النقرة، عائد على كل نقرة يختلف من حساب لحساب أدسنس، لا أعرف لماذا. من حساب يعني تجد حساب مغربي فيه كوست بير كليك جيد، وحساب آخر في نفس الأرتيكل، نفس الويب سايت، نفس الكي ووردز، نفس كل شيء، تجد في هذا الحساب كوست بير كليك جيد وحساب الآخر كوست بير كليك سيء، لا تعرف لماذا. شخصيا لا أعرف لماذا هكذا أدسنس تشتغل. يعني إذا وجدت كوست بير كليك رخيص جدا في أدسنس أقل من 0.15 دولار، فيجب عليك تغيير هذا الأدسنس لأن فيه مشكل، لن يساعدك على تحقيق مبالغ جيدة في أدسنس، على الأقل 0.15 دولار على الأقل كوست بير كليك في الأدسنس. يعني كما قلت، في شهر واحد، شهر اثنان، شهر ثلاثة، هذه كلها شهور يكون فيها الكوست بير كليك في أدسنس قليل جدا، وهذا راجع لأن المعلنين
يقللون الإعلانات في هذه الشهور الأولى من السنة. الذي يقع وهذا وقع لي شخصيا في هذه الشهور، أنا لا أشتغل على أدسنس، لا أشتغل أبدا، لا أطلق على أي كامبينز ولا أعمل سبيند لأي شيء على الفيسبوك، فقط هي شهور راحة اللي أعمله أرتاح، أرجع في شهر الرابع أو شهر الخامس. الأدسنس ماذا سيقع؟ أدسنس على العموم هو لا يحب أي شخص يشتغل على أدسنس من أجل المال، بيحب الناس اللي تشتغل على الكونتنت، تشتغل على الكونتنت وتشتغل على فري ترافيك. سيو يحب هذا. عندما يراك فيسبوك او ادسنس، عفوا ليس فيسبوك، عندما يراك ادسنس عمل سبين لمبلغ مبالغ كبيره في شهر 12 مثلا، شهر 11 او شهر 10، ليس 10، شهر واحد يعني الشهر الاول في السنه، بعد شهر 12 لم تعمل سبين لاي شيء لان كوستمر كان ناقص، كان قليل. شهر 2 كذلك، شهر 3، ثم ترجع شهر 4 عندما يصعد الكوست بير كليك وتبدأ بإرسال الترافيك بشكل كبير. ما سيقوم به أدسنس هو إغلاق حسابك، لأنه سيعرف أنك تعمل من أجل المال فقط، من أجل العائد المادي. هذا شيء يكرهه نسبيا أدسنس، وأتمنى أن تتجنب يعني في شهور الأولى الثانية والثالثة. لا أريدك أن تتسرع ولا تعمل سبيندينو، نو حاول أن تحافظ على نصف الريتم الذي تستمر به، على الأقل تحافظ عليه، على الأقل تحافظ عليه. إذا لم تكن ستزيد في الريتم، على الأقل حافظ على نصف الريتم الذي تشتغل به كل شهر. هذه معلومات يعني إذا لاحظت هنا، فهذه أيضا من الإضافات التي لدينا في الموقع. كل أرتيكل عندي عنده رقم هنا، فأني نجرب هذا الأرتيكل ماذا سنجد فيه. مثال 43,000، نشوف أرتيكل آخر كذا ومثال. كل ارتيكل عنده رقم 26,000. هذه تعني 26,000 مشاركة، يعني نحن ليس لدينا 26,000 مشاركة، الموقع هو جديد، احنا عملنا كرييت لهذا الموقع منذ ثواني او دقائق، او يعني جديد لا يتوفر على هذا. ولكن عندما الفيزيتور يكون يقرأ الارتيكل، حتى انه كان ما يحب هذا الارتيكل، ما عجبه من الصفحة الاولى، عندما ينزل للاسفل ويرى هذا الرقم سيقول او هذا الارتيكل شاركه ناس كثير، ربما هو ايضا سيشاركه على الفيسبوك او تويتر، او ربما سيكمل قراءة الارتيكل ويضغط نيكست بارن او شيء كهذا. على العموم هذا الرقم سيغير نسبة من الناس، سيغير فكرة نسبة من الناس منهم، من الذي قرأ هذا الارتيكل على هذا الارتيكل. اوكي، هذه شيء من الاشياء التي نتوفر عليها في هذا تيم، وهذه السيتنجز وهذه الاضافات التي لدينا في هذا الموقع، غير انه سريع جدا، سيمبل، يترك الفيزيتور يعني غير مشتت للانتباه للفيزيتور. الفيزيتور يرى يعني كما قلت كل شيء امامه، فقط الادز، هيدلاين، التكست والنيكست باتن، هذه فقط الاشياء المهمه سيراها الفيزيتور امامه، هذه اهم الاشياء. على العموم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله سنحاول أن نمر على الفيسبوك ونمر لكيف تجد أرتيكل وكيف تضيفه إلى الموقع وكيف تعمل له تيست وكيف تعرف أن هذا الأرتيكل شغال ولا لا من الدولارات الأولى التي تستثمرها في الفيسبوك. إن شاء الله أراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.